يا حافظي القرآن هاكم فرحة فلقد بلغتم ختمة القرآن مع أروع اللحظات حين تصرمت أوقاتكم في لذة الإيمان يا حافظي القرآن هاكم فرحة فلقد بلغتم ختمة القرآن مع أروع اللحظات حين تصرمت أوقاتكم في لذة الإيمان وقضيتم الساعات في آياته تطيلكم نبض بكل مكان إمام تفاخر أمتي بسموها وعلوها عن لوثة الأدران لا نوم يغريكم ولا لهو ولا لعب مع الأنداد والأقران بل كان يجذبكم كتاب محكم ترجون ختما قبل فوت أواني يا حافظي القرآن هاكم فرحة فلقد بلغتم ختمة القرآن ما أروع اللحظات حين تصرمت أوقاتكم في لذة الإيمان الله أكبر جاء حفل ختامكم طوبى لكم أجرا من المنان الله أكبر والوجوه منيرة والنفس في أمن وفي اضمئنان يا حافظي به سيحفظ خضوكم من خلسة الأعداء والشيطان هذا كتاب الله ينزل حافظا للحافظين على مدى الأزمان يا حافظي القرآن هاكم فرحة فلقد بلغتم ختمة القرآن ما أروع اللحظات حين تصرمت أوقاتكم في لذة الإيمان هذا الكتاب كما حفظتم آيه تتعاهدوه من أذى النسيان بعد الممات ووسط قبر مظلم يأتي أنيسا قاشع الأحزان ولسوف يأتي في القيامة شافعا يختصكم من سائر الإخوان يديكم تاج الوقار كرامة لم تشتروا بوافر الأثمان يا حافظي القرآن هاكم فرحة فلقد بلغتم ختمة القرآن ما أروع اللحظات حين تصرمت أوقاتكم في لذة الإيمان وعطاء ربي واسع متشعب يمتد للأبوين في إحسان وإلى الجنان بسلم تدعون يا أهل الكتاب تقدموا لجنان فلتقرأوا وترتلوا ولترتقوا ولتنعموا في جنة الرحمن قد خصكم ربي بحفظ كتابه طوبى لكم يا خاسم القرآن فلتحمدوه لفضله ولتطلبوا منه اللقاء بجنة الرضوان فلتحمدوه لفضله ولتطلبوا منه اللقاء بجنة الرضوان واو اسبوع كيف في عايز احيانا ما تكيش سمع ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم $10 بعد كش بنكرتها شنبات كش بنكرتها شنية تومبات كش بنكرتها لبات تومبات كش بنكرتها